السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. مع اعلان سوني ومايكروسوفت عن اجهزتهم الجديده الاكس بوكس سيريز اكس والبلاي ستيشن 5، على الورق هالاجهزه تقدم مواصفات قويه جدا وممكن يغيروا صناعه الالعاب للافضل، لكن في وقت طويل شوي لصدورهم. اذا مشي كل شيء على حسب المخطط لازم نشوفهم في راس السنه، بس ما بعتقد كل شيء يمشي على المخطط بسبب الوضع الحالي بالعالم. فحاليا في الوقت الحالي اقوى كونسول في العالم هو الاكس بوكس 1 اكس، قادر يشغل 4K على 60 فريم، لكن معظم الألعاب تشتغل ب 30 فريم. وبعرف في شوية متعصبين رح يجوني بالتعليقات ويقولوا لي إنه الجهاز يشغل كل الألعاب ب 60 فريم. صديقي انزل لتحت بالوصف في قائمة لكل الألعاب وبكم تشتغل على كم فريم على الإكس بوكس 1 اكس. الجهاز ما زال قوي من الناحية التقنية، في شريحة جرافيك من AMD مبنية على معمارية بولاريس نفس معمارية كروت الـ RX 400 والـ RX 500. الكارت قوته 6 تيرا فلوبس وتقريبا بقوة كارت الـ RX 580. الـ 580 ممكن يكون أقوى بشوي، معظم كروت الـ 580 تتراوح قوتها ما بين 6.1 لـ 6.3 تيرا فلوبس على حسب كسر السرعة المصنعي للكرت. لكن الشيء الضعيف في الكونسول أو في الإكس بوكس 1 اكس هو المعالج. نعم هو أقوى بشوي من معالج الإكس بوكس 1 العادي وأقوى من معالج البلاي ستيشن 4، لكن المعالج بالعموم ضعيف لأنه مبني على معمارية جاكوار من AMD اللي بعمرها ما كانت معمارية كويسة. لهالسبب أجهزة الكونسول الحالية يصعب عليها تحقيق 60 فريم ثابتة في كثير من الألعاب. حتى أجهزة البلاي ستيشن 4 برو والإكس بوكس 1 اكس معظم الألعاب تشتغل ب 30 فريم عليها. السبب يرجع لضعف المعالج أكثر من ضعف كرت الشاشة. لهالسبب قلت أجهزة الكونسول القادمة قد تحقق فرق كبير في الألعاب، لأن معالجاتها مبنية على معمارية زين 2 الممتازة. صار الإكس بوكس 1 اكس الأساسي 500 دولار، لكن حاليا مايكروسوفت عامل تخفيض لل 430 دولار، واللي هو سعر ممتاز بصراحة على الشيء اللي بيقدمه. بس السؤال اليوم، هل ممكن تجمع بي سي بنفس السعر ويشغل ألعاب مثل الإكس بوكس 1 اكس؟ وبالتحديد ممكن يشغل ألعاب 4K مثل الإكس بوكس 1 اكس؟ أنا أمس عملت تجميعة ب 450 دولار، وكرت الشاشة في هالتجميعة RX 580 نسخة الـ 4 جيجا. الفيديو فوق بالكارز اللي حابب يعرف أكثر عن التجميعة، بس بالمختصر فيها معالج رايزن 5 1600 AF، 8 جيجا رامات، وكرت شاشة RX 580 أوريس نسخة 4 جيجا. بالمختصر هالتجميعة ممكن تشغل عليها أي لعبة على هاي أو حتى ألترا سيتينجز بأكثر من 60 فريم على 1080p. لكن هل ممكن يشغل ألعاب على 4K بنفس تجربة الإكس بوكس 1 اكس؟ خلونا نجرب. لكن قبل ما نبدأ بس حابب أنوه أنه كل هالفيديوهات سجلتهم ببرنامج AMD ريليف، فالبرنامج بيأثر شوي على الأداء بمقدار 3-5%. الأداء الفعلي كان أفضل بشوي بدون تسجيل، يعني أفضل بحوالي 3-5%. وراح أجرب ألعاب سينجل بلاير فقط، ما راح أجرب ألعاب أونلاين، لأنه ألعاب الأونلاين الفريمات فيها أهم بكثير من الريزولوشن. وخلينا نباشر بواحدة من أضخم الألعاب في الوقت الحالي، Assassin's Creed Odyssey. هاللعبة بتشتغل على الإكس بوكس 1 اكس بدايناميك ريزولوشن، يعني الدقة تتراوح ما بين 1800p و 4K نيتيف، وليست 4K طوال الوقت، وطبعاً بتشتغل ب 30 فريم. على البي سي قدرت أحط الريزولوشن على 4K والريندر سكيل 90%، إعدادات ميديوم سيتينجز بس تنعيم الحواف مطفي، لأنه تنعيم الحواف ما بيلزم على 4K، والفريمات كانت نفس الكونسول وسطي 30 فريم. Shadow of the Tomb Raider كمان لعبة ضخمة جدا بجرافيك مبهر بصريا. على الإكس بوكس 1 اكس تشتغل إما 1080p 60 فريم أو 4K 30 فريم. هالبي سي قدر يشغلها بأكثر من 60 فريم على 1080p Ultra Settings، وحتى على 4K High Settings كمان اشتغلت بوسط 30 فريم. وحتى على البي سي الجرافيك أجمل وأدق من الكونسول. This is Commander Rourke. I want the site secured ASAP. When Dr. Dominguez arrives, we all go in together. Grand Theft Auto 5 هاللعبة قديمة شوي وصار عمرها أكثر من 5 سنين، بس ما زالت لعبة رائعة بصرياً. على الإكس بوكس 1 اكس تشتغل ب 30 فريم، وما في خيار لتشغيلها على 60 فريم على الإطلاق. على هالبي سي بتشتغل بأكثر من 100 فريم على 1080p High Settings، وحتى على 4K High Settings اشتغلت بحوالي 48 فريم وسطي. Wonderful. Yeah, my tax dollar.
Far Cry 5 كمان على الاكس بوكس 1 اكس بيشتغل على 4K 30 فريم، على البي سي اشتغلت على 4K هاي سيتينجز وسطي 30 فريم، واعتقد انه الجرافيك على البي سي اوضح وادق من الكونسول. Stay calm everyone. Just go about your business. This doesn't concern you. مترو اكسيدس اضخم لعبة على البي سي في الوقت الحالي، لازم نسميها مترو برنر تيست لانه حرفيا مهما كان عندك بي سي قوي هاللعبة بتخليه يغص. على الاكس بوكس 1 اكس بتشتغل على 4K 30 فريم، على البي سي 4K هاي سيتينجز AA اوف كمان اشتغلت بحوالي 30 فريم، بس كان في دروبات للعشرينات لانه هاللعبة مثل ما قلت ضخمة جدا، واضافة لهالشي بتتطلب اكثر من 4 جيجا فيرام على 4K. The Witcher 3 على الاكس بوكس 1 اكس بتشتغل اما 60 فريم على 1080p او 30 فريم على 4K، على البي سي كمان بتشتغل باكثر من 60 فريم على 1080p هاي سيتينجز، وعلى 4K هاي سيتينجز اشتغلت بوسط 33 فريم والجرافيك ممتاز بصراحة. Fallout 4 لعبة كمان قديمة شوي صدرت من 5 سنين، على الاكس بوكس 1 اكس بتشتغل على 4K Dynamic Resolution 30 فريم. Dynamic Resolution يعني الدقة بتتغير على حسب المكان في اللعبة وليست 4K ثابتة طوال الوقت. على البي سي اشتغلت على 4K High Settings وسطي 32 فريم. التجربة مش بس أفضل من الكونسول بل أيضا الجرافيك ثابت على 4K High Settings وليس Dynamic Resolution. مثل ما شفنا ممكن بي سي بنفس سعر الاكس بوكس 1 اكس يشغل العاب على 4K مثل الكونسول وبل افضل، لكن السؤال الاهم، هل لازم اصلا تشغل العاب على 4K 30 فريم؟ هذا سؤال راح احاول اجاوب عليه بنهايه الفيديو. حاليا خلينا نجرب بعض الالعاب اللي صدرت من كم سنه او قديمه شوي. Dying Light واحدة من أفضل ألعاب السيرفايفل عالم مفتوح بالنسبة إلي، 4K High Settings اشتغلت بوسط 38 فريم والتجربة جيدة جدا. Far Cry 3 كمان واحدة من أروع ألعاب المغامرات عالم مفتوح وهي الأفضل في سلسلة Far Cry برأيي الشخصي. 4K High Settings اشتغلت بحوالي 40 فريم وسطي والجرافيك خرافي صار على 4K. هاد من الأشياء الفريدة في البي سي، عندك لعبة قديمة شوي ارفع الريزولوشن والجرافيك وبتصير كأنها لعبة صدرت هالسنة. Assassin's Creed Black Flag أفضل لعبة في سلسلة Assassin's Creed برأيي الشخصي، 4K High Settings وسطي حوالي 52 فريم. Hitman Absolution لعبة كمان قديمة شوي بس ما زالت ممتازة، 4K High Settings 39 فريم وسطي. اوكي نرجع للسؤال المهم، هل لازم تشغل العاب على 4K 30 فريم؟ بصراحة لا، لانه الفريمات الاعلى وسلاسل اللعب اهم من جودة الصورة. نعم كلنا نرغب بالعاب بجرافيك اجمل وافضل، ولكن شرط الا يكون على حساب الاداء، وهذا واحد من افضل الاشياء في البي سي جيمينج، الخيارات. بتحب تلعب بجرافيك عالي على حساب خسارة شوية فريمات؟ ارفع الريزولوشن والاعدادات. بتهمك الفريمات اكثر من الجرافيك؟ خفض الاعدادات والريزولوشن والعب بفريمات عالية. خلاص الكلام، البي سي ممكن يصير كونسول بس الكونسول ما ممكن يصير بي سي، لانه هو كمبيوتر بالاصل بس بنظام مقفول. وبس يا جماعة هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس اشعارات ليوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم ايمن محمد، شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
لا تنسوا هيك تتابعوا الفيديوهات السابقة تحت، موجودات طلعت لون على اليسار يمين. سلام.